حب النبي رسول لله مفترض وحب أصحابه نور ببرهان وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمي أن أبا بكر ببهتان لا يرمي أن أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا الخليفة عثمان بن عفان أما علي فمشهور فضائله والبيت لا يستوي إلا بأركانه والبيت لا يستوي إلا بأركانه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه رواه مسلم.